أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله. والله مع الصابرين. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثقل في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب. واتقوا الله إن الله